الله يحسن بجيبه. كيقول هذا العام الثمن طالع ولا عادي؟ طالع واحد شويه. تماما. ما هو السبب؟ جفاف. الجفاف. اذا هذا هو السبب ارتفاع الثمنه ديال الحواله. اللهم بارك. اكبر حواله. جفاف قلت الامطار ما فيها. تماما. يلا ماشي ديال تماما. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم اصدقائي. فيديو جديد. واليوم جديد. السوق ديال تيكي وي. غادي نكتشفوا لكم هذا المكان. غادي نكتشفوا الثمنه اللي عليكم هو تشتركوا في القناه ديالي وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وغادي نخليكم تشوفوا الثمنه. نبداو لكم على بركه الله. كما كتشوفوا الله يبارك اكبر حواله. الله يبارك. هانتوما شحال اسيدي هذا؟ شحال داير اسيدي هذا؟ 8000 درهم. تبارك الله اكبر حولي ب 8000 درهم. اي هي هي هانتوما كما كتشوفوا 8000 درهم. تبارك الله. دابا شحال كيوزن تقريبا؟ واخا تبانوا معنا تبانوا ماشي مشكل. شحال داير هذاك؟ هذا شحال داير؟ 7000 درهم. 7000 درهم. هذا 8000 درهم وهذا 7000 درهم. دابا في سوق تيكي وين اكبر حوالي هما هادو ياك. دابا الثمن 7000 درهم بالنسبه يشريوهم الناس واخا غالي ب 7000 درهم. تماما. تبارك الله كما كنشوفوا الحواله 7000 درهم. تبارك الله. شحال تقريبا ديال الكيلو فيه؟ شحال تقريبا كيلو؟ تقريبا 100 كيلو. 7000 درهم 100 كيلو. تبارك الله. اللهم بارك. اذا الحواله ديال بصح. اشنو رايكم في السوق؟ السوق شنو بان لكم؟ مزيان الثمنه مزيانه؟ مزيانه. تماما. تبارك الله. وهذا العام كيقولوا بانه الناس بعد الناس اللي حنا ما يقدروش يعيدوا في كل واحد يدير سقو كل واحد يدير سقو على حسب جيبه. كيقول هذا العام الثمن طالع ولا عادي؟ طالع واحد شويه. تماما. ما هو السبب؟ الجفاف. الجفاف. اذا هذا هو السبب ارتفاع الثمنه ديال الحواله. اللهم بارك. اكبر حواله. جفاف قلت الامطار ما فيها. تماما. يلا ماشي ديال تماما. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الله يبارك لنا ماشي. هي داكشي اللي كاين. ها هما حواله خاص سوق تيكي وين. جينا لكم من هذا السوق. تماما. تبارك الله كما كتشوفوا حواله. اللهم بارك. وعندنا سوق تيكي وين كله فيه الحواله. تبارك الله. وكاينين الاخرين هما من هناك وكاينين هذا. تبارك الله. اللهم بارك. اذا العيد ما بقات لي والو. بقات لي 7 ايام فقط. بقات لي العيد والخير موجود. تبارك الله في المغرب طال الله الخير. كاينين 6000 درهم 7000 درهم كل حاجه بثمنها. تبارك الله. هادو شحال دايرين هادو لداخل؟ هادو تباعو اخويا. هادو تباعو؟ لا تماما. الله يسخر لكم اسيدي. الله يوفق. ندوزكم في اليوتيوب صافي؟ ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك. اذا كيف كتشوفوا هو لا موجود الخير. تبارك الله. شحال تبارك الله. شحال تبارك الله. كل حاجه بثمنها ياك. لا على وجهي. شحال داير هذا؟ هنا هو خويا. هذا شحال الثمن ديال هادو؟ دابا كل واحد في الثمن ديالو. الحوله ب 40000 ما كاينش. لا كاين ب 40000. كاين الحوله ديال 40. 1500. 1500. 1000 درهم. 1000 درهم. التروس ب 1000 درهم.
تماما، كل حاجه بثمنها ولو تمام. تمام، الله يسخر اسيدي، الله يوفق. شحال دايرين اسيدي هادو؟ بغينا الثمنه ديال هادو، كلشي تباع. اذا هذا هو سوق ديال نتمنى ان شاء الله يكون خير. نتمنوا شحال داير هاد الخير؟ الثمن ديال هادو شحال؟ السيد مولاهم كيهضر، نتمنى نصوروا لكم هادو الحواله. كيدوي في التليفون، هادو الحواله ديال تيم حبيت. تماما، الحواله ديال تيم حبيت هما هادو. تبارك الله موجود الخير. شحال دايرين هادو؟ شحال كاع تقريبا؟ كاين 86 86 94. واخا زعما تيم حديت رخيصه شويه. 5500. اها، بالنسبه لتيم حديد كيقولوا رخيصه واحد شويه، ماشي بحال السردين. لا لا، السردين شويه طالع شويه في الثمن ديالو. اي هذاك الشيء كنشوف. اذا انت الحولي ديال تيم حديد وصل 5000 درهم. شويه ديال تمام، ناقص شويه كما قلت لكم 96 5000 درهم 80 86 76. تقدر تلقى الحولي ب 2000 درهم تيم حديد. اللهم بارك، اذا الخير موجود تبارك الله. كما كتشوفوا الحواله ديال تيم حبيت 5000 درهم 4000 درهم، كل حاجه الثمن ديالها. ونسبه حتى النسبه المعزله كاين هنا ديال الحول. السلام عليكم، بغينا نشوفوا الثمنه الثمن ديال الحواله. لا صافي، اسمح لي. كاين اللي كاين. شحال دابا كيبان لي عندك خروف هنا؟ شحال تقريبا خروف؟ الخروف بثمن، كل حاجه بثمنها. شحال قاعد تقريبا؟ 75 70 كما كتشوفوا خروف ب 70 75 تبارك الله. اذا ثمن مناسب، انا رايي ثمن مناسب. خروف ب 70000. المهم عيد العيد. دابا واش فيهم الشحام هادو؟ صحاب خارجين، حاجه مليحه ياك. شوفوا اللهم بارك، حاليا كتوجدوا في تيكي وين، سوق ديال تيكي وين. اشنو رايكم في خاص في السوق هنا؟ واش الثمن طار ولا ناقص ولا كيفاش؟ هذا هو الثمن اللي بغيتوا تبيعوا نتوما. دابا ربما بقات العيد نهار ولا يومين، غادي تبقاو بهذا الثمن ولا تنقصوا؟ احنا تابعين السوق. تابعين السوق؟ اللي دار السوق؟ اللي دار السوق. وربما شريتي انت بزاف ديال الحواله وبقى لك نهار العيد غادي تطيح الثمن. طلع السوق نطيح السوق. ياه؟ اللي دار السوق؟ اللي دار السوق تابعين. تماما كما قال لكم هذا السيد، اذا نقص الثمن راه ما كاينش. واخا تسنوا حتى يبقى نهار العيد، اللي دار السوق هو اللي كاين. تماما، الله يسخر لك اخويا. طيب هاد الخروف فين جبتو؟ واش هنا ندير؟ فين؟ تلافيهون. كادير هنا ولا؟ لا تلافيهون، ترقاس. ترقاس فيه؟ هادو الحواله ديال اسفي. تماما، خروف ديال اسفي. الله يسخر لك اسيدي. الله يعاونك. امين اسيدي. ايوا كما قلنا، اجواء ديال السوق رائعة جدا، وجود الخير، وجود المليح تبارك الله، طال الله الخير. غادي نشوفوا هاد البلاصه اخرى. السلام عليكم، شحال دايرين هادو؟ تشوفوا خروف ب 80000. هي 90 او هادو 90 تبارك الله. 70 ما كايناش 100 هنا، ما كايناش 100. لا دير 100 راه كبير. كاينه راه. هذاك هو دير 100. اي تمام تمام. كل حاجه بثمنها. اذا الخروف حاجه مليحه. اذا بالنسبه اثمنه بحال بحال، هادشي كيبان ليا اثمنه بحال بحال. كاع داك السابه اللي كاينين هنا والفلاحه اللي كاينين هنا. لا فيديو. شحال عندك هادو نتوما؟ شحال دايرين هادو؟
66 ياك 70 اذا نشوفوا الخروف كاين ياك عام قالوا الحولي غالي واقع عندك الصحة تماما تبارك الله دابا نسبه بحال هذا ديال 60 ولا 70 سمين سمين مليح حاجه مليحه كما ثمن مناسب ثمن مناسب شحال ستين تلاف درهم كاين اللي حواله هنا 3000 درهم وهنا كاينين 80 كاينين حتى 100 ديال 100 هو هذاك الحولي الكبير تبارك الله موجود الخير تبارك الله اذا الحواله اثمنه خياليه وفي نفس الوقت المهم هو تشري المهم هو تعيد إذا العيد كيجي مدة شهور كدوز بزاف ديال الشهور كيجي العيد واحد النهار في العام إذا عادي جدا إلا خديتي الحولي ب 5000 درهم ولا 4000 درهم ولا 6000 درهم عادي المهم تعيد إذا السنة هي مهمة دابا على حسب السنة غادي يطاف بعد 4 أيام بقات العيد غتبقاو بهذا الثمن ولا غادي تزيد يقدر دابا مثلا الحواله تباعوا بزاف يقدر غادي نشوفوا بحال هذه الحواله ب 7000 درهم مثلا يقدر ياك مثلا كلشي الناس شراو الحواله قلال كتجي لهنا كتلقى يلاه واحد الشويه وتطلب انت الثمن اللي بغيتي ياك غتزيد في الثمن ياك لا 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 تماما تماما على حسب على حسب الله يسخر اخويا الله يوفق يسخر موفق نعم اسيدي ياك باش خرج عليهم لو هذا التليفون الخير موجود كما قال لكم التسين قال لكم بعينه وما تشوفوش الفيسبوك وبعد المواقع الاجتماعي راه الخير موجود واخا داك الشيء اللي كاين الله ينصر سيدنا الله ينصر ملكنا محمد السادس باش تعرفوا الكسابين قال لكم بعينه والفلاحين قالوا لكم بعينه راه ما تشوفوش المواقع الاجتماعي راه كاينين الحواله 3000 درهم كاين كاين باش 64 كاينه 64 كاينه كل حاجه بثمنها ولكن كيقولوا بعض الناس كيقولوا بانه باش نقصتي الثمن كتلقى ما مزيانش هذوك التكاشر اللي يمشيو يشريو هذوك السريه ولا يمشيو يشريو الصلاه بغيت نسولك انت عندك واحد التجربه كبيره خاص في هذا الشيء ديال الاغنام واش دابا شنو بان لك في الحولي ديال اسبانيا مزيان تشريه ولا ما مزيانش لا لا بعض الناس كيقول لك لا راه فيها شي مشكل ولا شي حاجه ولا عادي اخويا الله اعلم الله اعلم افضل يشري انسان الحولي ديال البلاد ولا ديال اسبانيا ديال البلاد ياك ديال البلاد ما عرفتش دايرين لي داو 70 70 ديال اسبانيا وحاجه مليحه زعما ما كاين ما احسن من البلاد كيما قال لكم الدجاج الرومي ماشي هو الدجاج البلدي تماما اذا حطاكم غير مثلا الحولي ديال اسبانيا وديال البلاد اذا ديال البلاد راه شي حاجه زوينه الله يسخر اخويا الله يوفق ايوا كما شفتوا الفيديو من البدايه حتى النهايه حاولنا نكتشف لكم اثمنه ديال الحواله خاصه غالي غالي دخلونا نصور الله يرحم لكم والدي وهذا بين بنتك صافي شنو هادي
دري اذا وجود الخير. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شحال الثمن ديال هادو؟ كله الثمن ديالو خويا. شحال كاع تقريبا؟ انا داير المرجان الثمن ديال الكيلو. اه دابا نتوما شو كتبيعوش بالكيلو؟ لا لا غير بالكيلو. علاش؟ علاش هذه ما عرفتش شحال ديال الكيلو.